وانا عايز بس قبل ما ابدا عايز اقول ناس كتير قوي دايما تقول لك اتمنى اتمنى كذا، اتمنى انجح، اتمنى اوفق في حياتي، اتمنى ربنا يرزقني بزوجه صالحه، اتمنى ربنا يرزقني بزوج صالح، مش كده؟ نعم. ده غلط. الصح ايه؟ يعني في فرق بين التمني والرجاء. والرجاء. نعم. الصح تقول ارجو. ارجو من الله ان يرزقني بزوج صالح، ارجو من الله ان ينجحني، ارجو من الله ان يوفقني. ما نقولش اتمنى ان يوفقني الله، غلط. ليه؟ لان ربنا هو قال كده في القران العظيم، التمني من الشيطان والرجاء من الله، الا اذا تمنى ها القى الشيطان في امنيته. فالتمني من الشيطان الرجيم، خذي بالك. اما الرجاء فهو من الله، يقول الله سبحانه وتعالى في القران العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليرجو، ما قالش من كان يتمنى، لا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد.